لبنان، عملاء إسرائيل يستهدفون الضاحية الجنوبية لبيروت بصاروخين، سقط أحدهما في معرض للسيارات، أما الآخر في حي مارون ميسك، وأديا إلى إصابة 4 مواطنين سوريين بجروح وأضرار مادية. رسائل بطعم الصواريخ والمراد إشغال لبنان بالفتنة، اختصار لمشهد إطلاق صاروخين على الضاحية الجنوبية لبيروت. استفاقت عاصمة المقاومة بعد يوم على استعادتها ذكرى تحرير العام 2000 على وقع صاروخين سقط أحدهما في معرض للسيارات والآخر في حي مارون ميسك، وأديا إلى إصابة 4 مواطنين سوريين بجروح وأضرار مادية. في الأحراج الواقعة في قضاء بلدتي بسابة وعيتات، عثر الجيش اللبناني على منصتي إطلاق الصاروخين وفرض طوقا أمنيا لمعرفة هوية الفاعلين. الهدف تخريبي، طبعا الهدف خلق جو من البلبلة. هلا ما فينا نتهم حدا طبعا، بس بتعرفوا انتم نحن عايشين هلا بجو مش مقبول. وفي مشهد يستعيد الاعتداءات الصهيونية، فهي الضاحية نفسها التي صب العدوان الصهيوني صواريخه الموجهة لتسويتها بالأرض في مرات عدة، بعد أن مرغت أنف الصهاينة بالتراب وأجبرته على الانسحاب ذليلا عام 2000 وانتصرت عليه في 2006. وبحجم مكان الضاحية في الوجدان المقاوم ولحساسية ما تمر به لبنان والمنطقة، كانت ردود الفعل المنددة بالعمل الإرهابي الجبان والمطالبة بكشف الجناة ومعاقبتهم. أما في شمال لبنان، يسود الهدوء الحذر أجواء مدينة طرابلس التي تخللها عمليات قنص متقطع، ما أدى إلى مقتل مواطن من جبل محسن، ليرتفع عدد القتلى اللبنانيين إلى 31 قتيلا و250 جريحا بعد اعتداءات المسلحين التكفيريين المدعومين من تيار المستقبل ضد أحياء طرابلس مستخدمين مختلف صنوف الأسلحة. وفي